وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين. قبل أن نشرع في الدعاء ربما من المناسب أن نتحدث عن الفقيد رحمه الله تعالى، إذ كما قيل بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وسورة حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات، واحضر مجالسهم تنل بركاتهم، وقبورهم زرها إذا ما ماتوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فمعرفة الأصل والجدود والفروع وأخبارهم هو مما يقوي الشخصية الإيمانية للمسلم، ويعطيه طاقة للسير على نهج سلفه الصالح في رسالتهم وفي تعاليمهم وفي أخلاقهم وفي ديانتهم. وكذلك هو ذخر للأبناء والأحفاد حتى يجدوا القدوة التي يقتدون بها، والمثال الأعلى الذي يحتذون به. ومما لا شك فيه أن المسلمين، كل بيت من بيوتات المسلمين، سواء في الحاضرة أو في البادية، في العرب أو في العجم، إلا وله من الأصول، وله من الجذور، وله من الآباء الذين خدموا الإسلام، والذين خدموا العلم أو خدموا المثل العليا أو جاهدوا في سبيل الله، إلا ولهم من ذلك نصيب. وأي نصيب؟ لا يوجد بيت إلا وله أصل، وله منزع، وله جذور. وهذا من منن الله تعالى على أمة المسلمين، أن الفضل فيها يكتسب، ليس مثل البوذيين. البوذيين لديهم طبقات، طبقة البراهمة، طبقة خدام المعبد، طبقة العوام، لا تمتزج الطبقات. ولكن نحن لا، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بنيها. التفاضل بالأعمال وليس بالأسماء ولا بالجذور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والبيت الثاني، بيت فقيدنا رحمه الله تعالى، هو بيت من البيوتات التي خدمت الإسلام والمسلمين جيلا وراء جيل، وخدمت العلم، وخدمت التربية والتصوف. فهم سموا بالكتاني نسبة إلى جدهم أمير المؤمنين يحيى الثالث، الملقب بالكتاني، آخر ملوك الأدارسة. لقب بالكتاني لأنه كان له أوقاف من الكتان، لأن معلوم أن دولة الأدارسة كانت لها عاصمتان، عاصمة هي فاس وكانت تسمى بالعالية، وعاصمة أخرى كانت سميتها البصرة، وهي الآن أطلالها في ضواحي وزان. والبصرة كانت مركزا تجاريا ومركزا فلاحيا كبيرا، ومن أهم ما كان يزرع فيها الكتان. فكان سيدي يحيى الكتاني رضي الله عنه له أراضي واسعة هناك، وكان أوقف نتاج ذلك الكتان للجهاد في سبيل الله وللدعوة إلى الله. فكان يلقب بيحيى الثالث الكتاني، الثالث لأنه هو أمير المؤمنين يحيى ابن الأمير عمران ابن الأمير عبد الجليل ابن الأمير يحيى الثاني. الأمير يحيى الثاني هو الذي افتتح جامع القرويين وجامع الأندلس، ووالده يحيى الأول، وهو ثالث ملوك الأدارسة أو رابع ملوك الأدارسة، لأن أول ملوك الأدارسة كان مولاي إدريس الأكبر، ثم ابنه مولاي إدريس الأزهر، ثم ابنه سيدي محمد بن إدريس، ثم ابنه سيدي علي، ثم أخوه سيدي علي، ثم ابنه سيدي يحيى، إذا الخامس. سيدي يحيى هو الذي شرع في بناء جامع القرويين والأندلس، وطبعا كان ممن مول المشروع فاطمة الفهرية المعروفة، وهي بنت محمد بن عبد الله الفهري القيرواني،
وكانت من الوجهاء وكانت من الأغنياء هي وأختها مريم. ولكن الذي دشن المشروع والذي أمر به والذي قام عليه هو السلطان سيدي يحيى بن محمد بن إدريس جد الشرفاء الكتانيين، ووالده سيدي محمد بن إدريس الملقب المنتصر والفاتح الذي كان من أعماله فتح نشر الإسلام في الغرب الإسلامي، وهو ابن الإمام مولانا إدريس الأزهر باني مدينة فاس ودفين جامعها جامع الشرفاء، ابن مولانا إدريس الأكبر فاتح المغرب وناشر الإسلام به ومؤسس الدولة المغربية، ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل أحد التابعين وسيد آل البيت في وقته، ابن مولانا الحسن المثنى ويسمى كذلك المحض لأن والده سيدنا الحسن الصبغ ووالدته السيدة فاطمة بنت سيدنا الحسين بن علي، وهو ابن سيدنا علي ابن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وابن سيدتنا فاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. كان الكتانيون سابقا طبعا في حكم آل البيت كانوا في المدينة المنورة، ثم ضيق عليهم العباسيون وحصلت واقعة كبيرة بين آل البيت وبين العباسيين في أرض تسمى فخ في ضواحي مكة المكرمة، وهي الآن قرب الحجون دخلت في المدينة، وقتل كبار آل البيت ونجا من ذلك مولانا إدريس، فجاء إلى المغرب، انتقل إلى المغرب وبايعه أهل المغرب وأسس هناك دولة الخلافة في الغرب الإسلامي. الناس يظنون أن دولة الأدارسة كانت فقط في جبل زرهون وفاس والشمال، لا، دولة الأدارسة كانت ممتدة إلى السنغال إلى غانا، وشرقا كانت ممتدة إلى صعيد مصر، وهذه هي حدود الدولة المغربية دائما تفعل مولاي الحسن الأول، كانت هذه حدود مولاي إلى أن جاء الاستعمار وقسمها أقساما. وبعد ذلك بعد سيدنا يحيى الثاني انتقلت العائلة إلى تلمسان، فاستوطنوا في تلمسان، ثم لما قام موسى بن أبي العافية بقتل آل البيت وتتبعهم في المغرب قامت معركة كبيرة في قلعة تسمى سوماتة في جبل العلم، منطقة هناك تسمى حجر النسر، حجر النسر، وقامت معركة كبيرة بين الأشراف الأدارسة ومن معهم، يعني بين الدولة الإدريسية وبين هذا الخارجي، وهو كان مدعوما من الفاطميين في تونس ومصر، فهزم الأدارسة، ففر يحيى بن عمران بن عبد الجليل إلى بلاد زواوة. زواوة هي المنطقة التي تقول لها دابا القبائل في الجزائر، وهي ممتدة من تلمسان في ذاك الوقت إلى تونس، كلها تسمى القبائل، فبويع هناك وبقي هناك، ولكن معروف أن آل البيت هو كان رسالتهم الدعوة إلى الله، ماشي كان الدعوة إلى الله ونشر الإسلام ونشر الفضيلة. فلما توفي رحمه الله تولى بعده ابنه مولاي الهادي، ثم حفيده مولاي عبد الله ترك الإمارة كلها واشتغل بالدعوة إلى الله، وكان يلقب بالقطب، وتوفي في قسنطينة وبني عليه ضريح موجود إلى الآن، ومدرسة تحولت إلى جامعة فيما بعد تسمى بكلية الكتاني قسنطينة. ابنه سيدي محمد عاد إلى المغرب واستوطن في مدينة مكناس، يقال بأنه استوطن فترة في منطقة شالة لأن شالة كانت مدينة عامرة، ومن هناك انتقلوا إلى مكناس، وبقي الشرفاء الكتانيون في مدينة مكناس، وكان فيهم علماء وفضلاء وأولياء وصالحون، ومن ضمن المآثر في مكناس مولاي عبد العزيز بن محمد بن قاسم الكتاني، وهو جد الشرفاء الكتانيين، وله قبة في منطقة الهديم في ضواحي مدينة مكناس، وكان من الأولياء الصالحين، وإلى الآن يتبرك بتلك المنطقة وإن كانت القبة سقطت. ثم انتقل الشرفاء الكتانيون في القرن العاشر الهجري إلى مدينة فاس، وكان أول منتقل منهم هو القطب العارف الكبير مربي سيدي محمد بن قاسم الكتاني والد مولاي عبد العزيز، وهناك استوطنوا، ثم كان من ضمن نسلهم سيدي علي بن أبي القاسم بن سيدي عبد العزيز بن محمد بن قاسم، وسيدي علي أنجب ولدين، الأول سيدي محمد والثاني مولاي أحمد.
سيدي محمد فرعه هو المسمى بالمحمديين أو الحلبيين. مولاي أحمد هو المسمون بالأحمديين أو الطيبيين، نسبة لقطب كبير كان في هذه الأسرة يسمى القطب مولاي الطيب الثاني. هذا كان كبار الأولياء العارفين، ما زال ضريحه معروف إلى الآن في مدينة فاس. وكان ملوك المغرب لا يخرجون من فاس أو يدخلون إلا بعد زيارتهم. هو المشهور ملأتين، كانت يقول لهم اللي يبغى الله يستجب الدعاء دياله يصب على القبر هذه تبدأ الأتين يطلب الله. وهذه من كراماته، معروف إن الأولياء لا كل له خصوصيته. هذه الأسرة الطيبة الطاهرة أسرة سيدي جواد رحمه الله تعالى هم ينتمون إلى القطب الرباني العارف بالله الشيخ مربي الرحالة سيدي أبو المفاخر محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عمرو بن إدريس بن أحمد بن ملعين. وأنه كلهم كانوا علماء، ولكن لا نتوسع في ذكر تراجمه. غير من أخبارهم سيدي عبد الواحد بن مولاي عمر، أنا شفت كان معين بظهير من السلطان مولاي إسماعيل قاضيا بين قبائل العرب ديال الصعيد مصر. فهذا دليل أن منطقة الصعيد مصر لم تكن تابعة العثمانية، إنما كانت تابعة للدولة العلوية. وكان سيدي عبد الواحد كان قاضيا عليهم فترة من الفترات. سيدي محمد بن عبد الواحد هو الذي أسس الزاوية الكتانية في مدينة فاس، وكان من كبار العارفين، وأسس الطريقة المحمدية الكتانية. وهذه الطريقة جمع لها مشارف من الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية والطريقة الشاذلية، ثم أسس طريقته المحمدية ولكنها تجمع تلك المشارف. وله أحزاب كثيرة، عنده 42 حزب، وله رحلة إلى الحج. وهذه هذا السنة اعتنينا بطبيعة آثاره، وله تائية في السلوك، وشرح أحد علماء اسمه سيدي أحمد بن محمد بن المختار التشبيني. طبعنا مختصر هذا الشرح، وأما الأصل فهو في مجلدين أقيم عليه رسالة دكتوراه وسيطبعه قريبا إن شاء الله. وله همزية عارض بها همزية البوصيري في 340 بيت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، شرحها ابن عمه وتلميذه شيخ الإسلام سيدي جعفر بن إدريس الكتاني رضي الله عنهم جميعا. وهذا الشرح كذلك حقق في حوالي 700 صفحة وإن شاء الله سيطبع قريبا. سيدي محمد بن عبد الواحد أنجب مولاي الكبير الكتاني، أنجب عدة أبناء من ضمنهم مولاي الكبير الكتاني. مولاي الكبير كان يلقب بجبل السنة والدين، إنه كان عالم كبير جدا، وكان حافظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل حياته. ولذلك سمي بجبل السنة والدين، وسمي بأبي المكارم لخصاله الطيبة. سيدي عبد الكبير رضي الله عنه وأرضاه تزوج أخت سيدي جعفر الذي ذكرناه، سيدي جعفر جدي القادس من الوالد رحمه الله، تزوج أخته للا في الطول، وأنجب منها ولدين عالمين كبيرين، وهما سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني أبو الفيض، وسيدي عبد الحي الكتاني الحافظ الكبير أبو الإسعاد وأبو الإقبال. وكان له أبناء من غيرها، مولاي أحمد وسيدي الماحي رحم الله الجميع. الشيخ أبو الفيض قدس سره، هو الإمام الكبير المجدد مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية. جدو كان محمدية الكتانية، ولكن الشيخ أبو الفيض الطريقة الأحمدية الكتانية التي هي عند الصلاة المدرجية وغيرها. وكان من أول من نادى إلى حرب الاستعمار الفرنسي، وجدد في المعرفة الإلهية وفي المعرفة المحمدية، وأسس طريقته الأحمدية الكتانية التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها حتى وصلت إلى ماليزيا وإندونيسيا، ودعا إلى الملكية الدستورية. فهذا الشخص شخصية غريبة، لأنه عارف بالله وصوفي، وفي الوقت آخر كان كبار علماء مدينة فاس، وترك تقريبا 340 مؤلف، يعني من أكثر علماء المغرب اللي كتبوا، وكان داعية إلى الله، سافر وحل وذهب ونشر الطريقة وفي جميع في البوادي والأرياف وفي البربر وفي العرب كله، ودعا إلى الجهاد، وتداخل في السياسة، ودعا إلى الملكية الدستورية، لأن كان المغرب غادي يسقط ذاك الوقت
ايد الاستعمار. الاستعمار كان يحدق به من كل جهة. ثم استشهد رضي الله عنه وأرضاه في قصته الشهيرة. هذا كله عمره 37 عاما. هذا الشيء كله داره على الدنيا رضي الله عنه. سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني قدس سره كان من الأولياء الكبار وبلغ مقام الختمية الأحمدية وهو من أعلى مقامات الولاية. وللمغاربة فيه اعتقاد كبير ونية صالحة. ولما استشهد رضي الله عنه وأرضاه ثم توفي بعده والده الشيخ أبو المكارم انتقلت الأسرة الكريمة إلى مدينة الرباط. وكان كبير الأسرة هو العلامة الشيخ محمد المهدي الكتاني رضي الله عنه، لأنه هو الابن الوحيد اللي كان كبير ديال سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ لقب على الشيخ أبو الفيض. لما توفي سيدنا الشيخ كان الشيخ سيدي المهدي الكتاني عمره 22 عام فقط، ولما توفي والده سيدي عبد الكبير كان عمره تقريبا 27 عام، وكان إخوانه أطفال. فتكفل بأخويه بالخصوص مولاي إبراهيم ومولاي تعالى، فكان كالوالد لهما. فهاجر من مدينة فاس إلى مدينة الرباط، ثم منها إلى مدينة سلف، واستوطن في مدينة سلف. الشيخ مولاي المهدي كان من العلماء الكبار، وكان من الأولياء الصالحين، وكان من الأقطاب الربانيين، وكان ممن ابتلي في حركة والده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وجاهد في سبيل الله، وسجن واعتقل وأوذي في سبيل الله. وبالرغم من ذلك بعد خروجه بقي مثابرا على العلم وعلى التعليم وعلى الهداية وعلى الإرشاد رحمه الله تعالى، بحيث أنه كان رأس آل سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني في وقته، وأحد أقطاب الصوفية والعلماء في المغرب. الشيخ سيدي المهدي الكتاني رضي الله عنه، أنا كنت كتبت عليه كتاب مختصر، ولكن هو ترك حوالي 40 مؤلف، وإن شاء الله يعني قريبا نقوم بطبع مؤلفاته ما وجدناه منها. وقد ترك 3 أولاد. ابنه الأكبر هو الشريف العالم الفقيه مولاي أحمد الفاطمي، هذا ابنه الأكبر، وهذا أدرك جده الشيخ أبو الفيض. ووالدته من بيت الجامعي، بنت صدر الأعضاء اللي كان في ذلك الوقت، فكان والدها من الوزراء الكبار صدر الأعضاء، يعني كان رئيس حكومة. ونشأ في القصر الملكي في مدينة فاس، ثم بعد ذلك انتقل مع والده إلى مدينة الرباط. وشقيقه الأصغر منه مولاي الطيب الكتاني رحمه الله تعالى، وكان فقيها موثقا عدلا، وكذلك أخوه الثالث سيدي عبد العظيم رحمه الله تعالى جميعا. وكان مولاي أحمد الفاطمي رحمه الله كان فقيها عدلا، درس على علماء فاس ثم على علماء الرباط وسلام الخصوص، فدرس على الشيخ أبو شعيب الدكالي، ودرس على الشيخ المكي الطاوري، وسيدي المدني بالحسني، وسيدي أحمد بن عبد النبي، وعلى غير هؤلاء، حتى تمكن من علوم الفقه خاصة التوثيق، ومارس العدالة، وكان يعني لا يضرب معه مضمار في علم الفرائض، بحيث كان مرجعا في علم الفرائض رحمه الله تعالى. وكان معروفا في مدينة سلا بهذا الفن الذي كانوا يتقنوه، علم الفرائض من أصعب العلوم، لأنه يعني تجمع الرياضيات وتجمع الفقه وتجمع الحديث وتجمع الاجتهاد، كله عمليات اجتهادية. وقد أنجب سيدي مولاي أحمد الفاطمي رحمه الله تعالى هذه الذرية الطيبة الفاضلة التقية النقية التي منها فقيدنا رحمه الله تعالى سيدي جواد الكتاني، المعروف بدماثة أخلاقه والمعروف بسمو أخلاقه وبمحبته للذكر وبطاعته لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك منعكس على أبنائه، فالنظر في أبنائه عبادة، فهم مظهر للخير، مظهر الطاعة. شباب نشأوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ونشأوا في طلب العلم،
فنسأل الله تعالى أن يوفقهم ويزكيهم، ونسأل الله أن يحفظ إخوانهم أخويه الكريمين وأخواته، أن يحفظهم ويبارك في أعمالهم، وأن يبارك في هذه الأسرة جميعها، لأن سيدي الجواد رحمه الله نشأ في بيئة كان فيها جده سيدي المهدي، وكان فيها عم والده الشيخ سيدي الباقر الكتاني رحمه الله كتلة النور لا يعرفه علما وعملا وصلاحا وجهادا ومثابرة، وكذلك عمه العلامة مولى إبراهيم الكتاني رحمه الله تعالى كذلك الشريف المعي الهاشمي العلوي القوي الذي كان ملاذا للناس ومعروفا بشخصيته القوية وبمواظبته على الذكر ومحبة الفقراء ومجالستهم رحمه الله تعالى، وكذلك الأسرة الشريفة جميعها في مدينة سلا الذين كان منهم ولا زال العلماء والفضلاء وأهل الخير في هذه البيئة نشأ سيدي الجواد، وفي هذه البيئة أراد أن ينشأ أبناؤه، وعلى هذه القيم الطيبة أراد أن ينشأ أبناؤه نشأة العلم والتعلم والصلاح وتقوى الله سبحانه وتعالى وحمل هذا المشعل، لأن الآباء والأجداد تركوا مشعلا مشعل هداية تركوا سر، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، فميراثكم يا أبناء العم هو هذا العلم، هو هذا العلم طريقة أبائكم طريقة الكتانية ديالكم، تقلبوا على الفقراء وتمشوا فيهم اجتمعوا بيهم جمعوهم، العلم الذي تركه أباؤكم تحيونه وتقرؤونه وتتخلقون به وتمارسونه، رسالتهم أن تستمروا فيها وتبقوا فيها، عائلتهم أن تبقوا في مواصلتها وفي صلة الرحم، لأن الوالد له حقوق على الأبناء، منها أن يدعو له، منها أن يصل الرحم التي لا توصل إلا به، ومنها أن يؤدوا وصيته، ومنها أن يسألوا في أصدقائه، فهذه كلها وصايا واجبة من طاعة الوالدين والمرور بهم بعد وفاتهم. ومما لا شك فيه أن هؤلاء الشرفاء لم يكن في أبنائهم الخير والفضل إلا لأنهم اختاروا الزيجات الطاهرة الزيجات الطيبة، فتزوجوا من النساء الفاضلات الطيبات البرات الرحيمات المراعيات لحقوق الزوجية والمراعيات لقيمة هذه الأسرة التي أصبحنا جزءا منها. ولذلك فإننا عندما نترحم على فقيدنا ونسأل الله تعالى أن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يجعله طبقا للآية الكريمة الوعد، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا كان الأب صالح فإن الله إكراما لو يلحق به ذريته، وإذا كان الذرية أحسن من والدها فإنه يلحق الآباء بالأبناء، لأن الأب يغفر له ويرفع مقامات الصديقين بدعوى أبنائه له. لذلك سأل فقيدنا الله عز وجل أن يلحقه بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجعله من رفقائه في الجنة، وأن يبارك في إخوانه جميعا ويبارك في أعمالهم، وأن يبارك في زوجته ويبارك في صحتها ويجبر كسرها بهذا المصاب، وأن يبارك في أبنائه وبناته وذريته وأحفاده وأصهاره جميعا بمنه تعالى وكرمه. اللهم اغفر له وارحمه آمين. وعافه واعف عنه آمين. وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب العالمين إن كان محسنا فزد في إحسانه، وهذا ما نعرفه ونظنه به، وإن كان غير ذلك فتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم يمن كتابه وثقل ميزانه يا رب العالمين وأمنه يوم الفزع الأكبر. اللهم آنس وحشته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أكرمه بجنات الخلود بسدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم الحضور بارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أقواتهم وبارك لهم في صحتهم وبارك لهم في كل ما سألوه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سيدنا المادحين اللهم جازهم عن خير الجزاء، اللهم قضهم وبارك لهم يا رب العالمين. اللهم كل من كان في هذه الليلة وخدمها أو حضرها يا رب العالمين إلا وبارك
بالجميع برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام.